انا كنت شخص ما بيعرفش يمسك الخيط والابره. انا اعرف دلوقتي منين يا ندى ان انا اصلا بعرف اعمل الحاجات دي كلها. هقولك ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. انا ندى، اخصائيه منصوري. لو انت اول مره تشوفيني دوسي لايك وسبسكرايب للشانل، ويلا بينا نبدا بي. طبعا اول حاجه انا بعتذر جدا 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 عن الصوت، عشان طبعا صوتي ضعيف شويه لاني تعبانه، وبعتذر عن جوده الفيديو ان هي مش احسن حاجه، ولكن والله العظيم غصب عني الفيديو ده ما كانش مترتب له اطلاقا، ولكن انا قصدت اطلع اعمله عشان خاطر كميه الاسئله اللي بتجيني عن المشاريع بتاعه الكليه، وان في بنات كتير خايفه منكم، وانا بصراحه زعلانه عشانكم، لان يعني فاضل حاجات بسيطه جدا عن الجامعه، فكان لازم اطلع اقول المشاريع بتتكلم عن ايه والكليه عشان القلق والتوتر اللي جوانا يروح. ولكن قبل ما ابدا الفيديو اعملي لي لايك، كده كده اللايك مش هيكلفك حاجه، والله ما تعرفي الفيديوهات دي انا بتعب فيها قد ايه عشان تظهر لكم باحسن حاجه، واقدر ارد على الاسئله بتاعتكم كلها، بس عشان اللايك بيرفع الفيديو بيخليه يتشاف لمده اطول. واصلا الجامعه جايه وهنزل لكم سلسله فيديوهات حلوه، اي حد محتاج اي فيديو يكتب لي تحت في الكومنتات وانا هنزله لكم على طول. تاني حاجه اعملي سبسكرايب للشانل عشان لو اي فيديو انا نزلته يجيلك اشعار بيه، وفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار بيه، عشان البنات اللي بعتت لي على انستجرام ان احنا مش بنلاقي الفيديوهات، فعلي الجرس عشان خاطر لو انا نزلت اي فيديو يجيلك اشعار بيه، بحيث ان انت لو ما لقيتهوش وانت بتسرشي فانت هتلاقيه في الاشعارات عندك. تالت حاجه يلا نبدا الفيديو. الفيديو النهارده عن ايه بقى؟ الفيديو النهارده عن المشاريع بتاعه الكليه. جالي كميه اسئله عن المشاريع دي لا تعد ولا تحصى. الأسئلة عن المشاريع بتاعت الجامعة، المشاريع بتاعت الجامعة انسي كل اللي اتقالك ده، يعني نسيب اللي اتقالك ده كله على جنب وتعالي معايا بقى. كمية الإشاعات اللي حصلت أو اللي بتحصل أو الكلام اللي بيتقال أو الفتي اللي ده فتي اللي بيتقال مالكيش دعوة بيه. يعني ايه؟ يعني ركزي في الكومنتين اللي انا بقولهم لك دلوقتي. هعرض لك دلوقتي المشاريع اللي انا عملتها من بدايه الجامعه لحد ما انا دلوقتي. المشاريع بتبقى عباره عن ايه؟ كلمه مشروع او بروجكت مش معناها حاجه كبيره، احنا بنسميها في الكليه عندنا وسيله، وسيله توصل بيها المعلومه للطفل. انا بسميه مشروع ليه؟ ليه؟ عشان بيقطم ظهري صراحة. أنا بسميه مشروع عشان هو بيطم ظهري، ولكن مش عشان هو مشروع كبير، لا. المشاريع بتبقى عبارة عن وسائل بدي منها تعريفات للأطفال عشان أبسط لهم المعلومة. يعني إيه؟ يعني مثلا زمان كانوا بيدونا في حصص العلوم، كانوا بيدونا حصة كده في المعمل، يقول لك إحنا هنعمل لك التجربة عملي عشان خاطر أنت أما تشوفيها غير أما تسمعيها. فأنت أما بتشوفي تجربة قدامك بتشوفيها قد إيه سهلة، ولكن المعادلات اللي صعبة. فهو ده بالظبط اللي احنا بنعمله للطفل. ده طفل، طفل بتتراوح عمره من سنتين لما الابتدائي. الطفل بيبقى بالنسبه له الكلام اللي احنا بنقوله معقد وكبير، خصوصا ان هو حجمه صغير وعايش بين عالم كلهم عمالقه، احنا بالنسبه للاطفال عمالقه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنبقى عايزين مثلا نوصل فهم رياضه او علوم او جغرافيا او تاريخ او عربي او لغه اجنبيه، اي حاجه احنا عايزين نوصل للطفل بنقوم عاملين له ايه؟ وسيله. وسيله هي عباره عن اداه بتشد الطفل انه يتعلم معاكي ويفهم. طيب زي ايه؟ زي اللي انا بعملهم شورتس، بنزلهم شورتس على القناه. لو انت لاحظتيهم هتلاقيهم كلهم ادوات بتتعمل من حياه عمليه. هل ده اللي احنا بنعمله في الكليه؟ ايوه ده اللي احنا بنعمله في الكليه. الكليه بتعتمد على ايه بقى؟ دلوقتي قبل ما اقول الكليه بتعتمد عليها، هعرض لك جزء من المشاريع اللي انا عملتها في الجامعه. من ابسط حاجه اللي هو وانا في سنه اولى، في سنه اولى مش بيتقلوا على فكره في المشاريع عشان خاطر بتبقي انت لسه جديده ومش عارفه الخامات ولا الادوات. وبالمناسبه انا هعمل لكم فيديو للخامات وهوريكم التربو المحترم اللي عندي اللي انا حاطه فيه الادوات بتاعتي، وهعمل لكم فيديو جديد للادوات اللي انا هنزل اشتريها جديده والادوات الجامعه، لان ناقصني حاجه كتير، وهنزل اعمل لكم فيديو بيهم وهوريه لكم وهعرفكم اسم الادوات والخامات وبنستخدمها في ايه، ودي بينفع مع خامه ايه في اللزق، ودي ما بينفعش، ودي بعمل فيها ايه. الفيديو هيبقى حلو جدا. هعرض لكم دلوقتي الصور اللي انا بتاعت المشاريع، وبعد ما الصور تعدي هرجع لكم تاني. Thank you.
اللي عدى قدامكم دي كلها صور المشاريع انا عملتها من اولى جامعه لثالثه جامعه، انا حاليا داخله رابعه. كلها بتبدا من حاجات بسيطه لحاجات كبيره ومعقده. هل كل المشاريع بنشتغلها لوحدنا؟ لا. طيب المشاريع في الجامعه بتعتمد على ايه؟ هل بتعتمد على الرسم زي ما بنات كتير كتبت لي في الكومنتات؟ لا. هل بتعتمد ان انا اقص والزق والكلام ده؟ لا. هل بتعتمد ان انا اكون متعلمه الخياطه والحياكه والريزن والحاجات الهاند ميد دي؟ لا. هل بتعتمد ان انا اكون شخص خطاط وبيعرف يفنن ويفكر لا. هل بتعتمد على استخدام الورق؟ لا. امال بتعتمد عليه مع ان كلها ورق وشغل خامات واحيانا بنشتغل في الخشب، بتعتمد ان انا كده لازم اكون نجار؟ لا. امال بتعتمد عليه؟ بتعتمد على دماغك، على مخك. هتقولي لي اه جينا للنقطه اللي بتزعل، طب انا ما عنديش دماغ. لا فكري معايا، بتعتمد على حته ان انت تكوني بتفكري. يعني مثلا جات الدكتور بتقول لك احنا عايزين وسيله تعلم الطفل الحروف، بدخل على بنترست. بنترست ده هيبقى صديقك في الجامعه من اولى لرابعه. ليه؟ عليه افكار كتير جدا وحلوه جدا وكل الجامعات شغاله بيه. بتدخلي على بنترست بتشوفي الافكار معموله بخامات ايه. ببدا انا بعمل ايه بقى؟ طيب انا شفتها يا ندى، طب انا مش بعرف اقص، مش بعرف الطرحه بتاعتي، بتعرف ان انا عايز اعمل فيديو، فاللي هو ايه يلا النهار، هل مش هنعمل فيديو؟ هنعمله والله، هنعمله حتى الاضاءه بتنهار اهي، بس هنعمله برضه. ان انا اكون شخص جايب كل حاجه بيرفكت؟ لا، ولا من تاني مره ولا من تالت مره، بالاستمرار بتجيبي. تيجي تبصي تلاقي في مشاريع في تيمات، تيمات يعني انتوا مثلا خمسه هتعملوا وسيله، الخمسه دول انت اختاري الحاجه اللي انت بتعرفي تعمليها، واللي ما تعرفيش تعمليها هتلاقي زميلتك التانيه بتعرف تعملها، وهتبصي ليها وهي انت بتتعلمي وهتتعلمي. الكليه هتشجعك ان انت غصب عنك تجربي، مش مطلوب منك ان انت تبقي بيرفكت من اول حاجه. يعني انا مثلا انا ممكن استخدم في المشروع ده مثلا قص ولزق، ما استخدموش ان شاء الله غير على السنه الجايه بقى والسنه اللي بعدها. يعني انا ممكن استخدم الرسم في مشروع واحد في الجامعه وفي الاربع سنين. هل انا لازم كل مره ارسم؟ لا. هل انا كل مره لازم اقص والزق ومش عارف ايه؟ لا. انا بشوف الوسيله اللي انا هعملها بالنسبه لي تكون سهله. انت كده كده اللي بتختاري، الدكتور ما بتختارلكيش وسيله، ما بتختارش وسيله غير اما يكون في مشروع الجامعه التيم كله يعني الدفعه كلها هتعمله، زي مشروع المرياله مثلا اللي اتعرض قدامكم ده. ده كانت الدفعه بتاعتنا كلها عاملاه، فده بيبقى مشروع موحد لكله وبتبقوا تيمات. طيب لو وسيله فرضاني انت اللي بتختاريها، المهم ان انت تعرفي تعمليها صح، ونفس الوقت تبقي عارفه ازاي توصليها للطفل. المفهوم بيعلم اللغه، الحروف، الرياضه، بعارفه ان انا لو قدامي طفل هشرح له على الوسيله دي ازاي، الطفل هيستفاد منها ايه؟ جمع، طرح، هيتعلم حروف، يتعلم كلمات، يكتب، يقرا، هي دي. انما مش مطلوب مني ان انا اكون فنانه ماهره، لا اطلاقا ولا في اي حاجه. انت مطلوب منك ان انت بتبداي تستخدمي الاداه لاول مره. انا استخدمت كل حاجه في الجامعه لاول مره، انا كنت شخص ما بيعرفش يمسك الخيط والابره، اتعلمت ان انا اخيط كل حاجه عملتها. هل انا استخدمت الخيط في الاربع سنين؟ لا، انا استخدمت الخيط في مشروع واحد، مشروع واحد بس. القص واللزق استخدمته في كذا مشروع، الغرا والحاجات دي استخدمتها في كذا مشروع تاني، الكولينج المكنه بتاعت الخبيز استخدمتها في مشروع. هل ده كانت فكره من دماغي؟ لا، ده جربت وفكرت وان انا ممكن استخدم كذا بدل كذا. طب انا عندي في البيت كذا، دي كلها خامات حقيقيه عندك انت بتعوضيها في حاجه تانيه. احنا كان عندنا مشروع كان مطلوب ان انا احط عين دب، ما لقيتوش، جبت شمع وعملت منه وسيحت الشمع وعملت منه دايره، وبعد كده لو انتهى من النص لونها اسود وبقت بالظبط زي العين، لان ما لقيتش عين من اللي بتتباع. هل ده تفكير؟ ايوه تفكير، انما مش مهاره، مش شطاره. ان انت تفكري هي دي الشطاره، انما ان انا لازم اكون شخص متعود على الحاجه؟ لا. بسيبك من الاشاعات اللي بتقولك رسم وخياطه ومشاريع كتير وبيقصوا وبيلزقوا كتير وبيعملوا كتير، مفيش الكلام ده. الكلام ده بيرجع لو انت شخص، لو انت شخص عندك موهبه في الرسم بس ومتعرفش تعملي حاجه غيرها، يبقى ما ينفعش تدخلي تربيه طفوله، ما تنفعكيش. انت بتقولي طيب انا اعرف دلوقتي منين يا ندى ان انا اصلا بعرف اعمل الحاجات دي كلها؟ هقولك، لما بتيجي داخله الكليه بيبقى بالنسبه لك تايهه، اللي هو انا مش هعرف استخدم الحاجات دي، بس بتكتشف ان انت بتعرفي. ليه؟ عشان خاطر الضغط بيطلع منك بني ادم انت ما تعرفيش عنه حاجه. ازاي يعني؟ انت ما بتتحطي في شغلانه مجبره ان ما فيش حد يعملها غيرك، غصب عنك بتفكري وغصب عنك بتجربي، وما بتجربي بتكتشفي اللي هو انا طب ما انا بعرف اهو، طب والله طلعت سهله، طب تصدقي ما طلعتش صعبه زي ما كانوا بيقولوا، طب والله طلع الموضوع ممتع عادي. احنا بقى بنشغل اغاني واحنا قاعدين نملى من المشروع جنبنا. اه احيانا بتبقى في حاجات كبيره فبتبقى متعبه، ولكن مش كلها، مش كلها. ممكن تعملي مشروع او اتنين فعلا يعلموا فيك، اللي هو المشروع ده تعبني في كذا، المشروع ده عدته كذا مره في كذا. هل ان المطلوب منك يبقى شخص بيرفكت قوي؟ احنا مش فنانين، احنا مدرسين في الاول وفي الاخر، انت مدرسه
مش مصممه. انت بتتعلمي ازاي تتعلمي وسائل عشان خاطر اما تفتحي مكان او ما تشتغلي في مكان ويبقى مفيش عندك اداه او مش قادره تشتريها او مش قادره تشتريها، ساعتها انت بتعمليها عشان هو ده الهدف، ان انا لو معيش فلوس اقدر اعلم الاطفال، ولكن مش مطلوب مني ان انا ابقى فنانه، انا مدرسه بس. ولا يا رب يكون الفيديو عجبكم ودوسي لايك واشترك في القناه وتابعيني على انستجرام وتيك توك واعملي لي فولو في المكان التاني وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.